بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، حسنا إلى كتاب في عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى، كتاب الحج أيها الحج الري. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري: يقال إنه عمر. وعن عمران بن حسين وحال نوري قال وحويري: أنزلت آية المتعة تمتع آيدي سوى لسود الجي في كتاب الله إله كتاب في سلح رسالة لسود الجي، ففعلناها وان صميني مع رسول الله وان صميني تمتعي، ولم ينزل القرآن القرآن نفسه مدقين القرآن كسو يحرمها إذا حرم يو، ولم ينهى عنها مريب حق، ولم ينهى مريب النبي عنها مريب تمتعي حتى مات إلى أكد انتي. قال رجل من أيا وحويري برأيه رأيه سوحويري ما شاء وحضون أيكويري. قال البخاري إمام البخاري وحويري يقال وحال دعيا إنه رجل كأشيغي عمر عمر وريان. فعولي عمران بن حسين انزلت آية المتعة آية التمتع متعة هذا التمتع اللوجي لابا سؤدك في كتاب الله لابا سؤدجي مرك آية ندوح أيتها مرك فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي آية بكتابك اللوجي سؤدجي ففعلناها وان سمعيني مع رسول الله وان سمعيني يعني النبي يسمي أننا وان سمعيني معني يدوح وكوضا النبي الجركيس أن يأكل صمين يأمرك النبي أن يأكل صمين أنه تمتع. طيب مركا وحويري ولم ينزل قرآن لما سودقين يحرمها قرآن ضمب أو سودقين أو تمتع الرياب أو حرمنا مجر وما سودقين، ولم ينهى عنها النبي نمره من تمتع حتى مات إلى أكدنتي. الكام عيدين علماء حالك قادن كرا قرآن إن سنة لغو نسخي كرا القرآن كإن لا نسخه سنة لا نسخه سببتنا وحي ماشي كده لشنا يانا وحيتها ولم ينهى عنها هذه النبي أو ريب لها تمتع مجر أو به لها سنة ليس يعني قولها أو كده لها وحاويان حين قل لها إن آيدي فمن تمتع بالعمرة إلى الحج هلوكا أو نسخ لها يتعنى إلي يعني سورة قلتها وصحابي وكور رمي ولم ينهى عنها بويري أرنت إلى على كل حال وين بنانت إلى ليري لكن واقع إيدي لما هايو ولما قال كل ساسيرين ودعي كرتا سنة لما هو وضوحي قرآن كي سنة لكن مدعين ولما هايي إلهدين ولما قال كل قال رجل ننبى مرك وحوير إلا صلاة أي كامرك قال رجل ننبى برأي رأيه سعوكوير ما شاء وحضون عمر قولك نجي ذا بأن ليري وكي عمر تمت عهيري جري وديري جري marka tamattuca asal ahaan bay u diidi jiray laga garan aya halkan laga dhadhansanaya oo laga garanaya marka dii ay sidaa tahay marka xulee aayadiina waa tilmaanta xadiis reebayna ma jiro marka qofka ra'yigiisa waa laga tagaya aayadii xadiiskii baa la qaadanaya saxaabadu arinta aad iyo aad bay ugu adadkaayeen sunnada iyo ra'yiga qofka kaan man kaan cid doonaba ahaado sunnada nabiga ayay hormarin jireen ولذلك يا نبي يا عمران بن حسين وسيدة أوليه سالم بن عبد الله بن عمر أصغر سلوك روحان لي رآبه وحقه قبي مسألة هذه يعني قفك محرم كبرفون قبل الإحرام برفون دون مرصده مركة حرم ذا وإنه إسكتقى برفون كذب مركة حديثك عائشة وحقها نبي إن برفون له مرين جري برفون وكذا البلال جري إصغر محرم أوليه لكن قبل الإحرام بأنه مرين جري سنة مركو أركيد سالم سنة بو قبصه هذا الكأبي وكتجي هذا الكأبي عبد الله بن عمر وكتجي مركي اللي رمحاد وكتجي سانة وحاوت المام سنة النبي إن إسنا استحي إبراهيم النخعي سنة وكلا وحالوير نك ابن عمر لكن سلا إسلام رهيا كورم مركز وحير ما تفعل في ابن عمر ابن عمر حكوا سنين ابن عمر ابن عمر سيدي ليساب سنة بهديتان ابن عمر حق فلا يساب ما تفعل في ابن عمر ابن عمر حق سمعيني سمعيني
marka sunnada nabiga inay dadka la weynaato yaa la rabaa oo aaraacda dadka iyo sunnadu ama go'aasha dadka kale iyo sunnadu inay sunnada la weyntahay sunnadana laba unbaa looga hor yimaadaa sida qaalibka ama ra'yi ama bidco nacam da asxaabtu dad bidcoolayaalana ma ahayn dad ahlu ra'yiyana ma ahayn laakiin waxaa dhici karto in masalan ad cumar arrinkan isagoo maslaxa u sameeyey laakiin marar waxaa dhici karto nahyiga ama amarkaba inaanu soo gaarin baa fahay saxaabi kalena uu soo gaaray hadday iyagu marka saxaabigii nabigiisa ugu tiirinaya ay maqlaan xadiidkay qaadan jireen ra'yigoodana waa ka tegi jireen haddii laakiin maxaa marka keenaya laakiin xadiidka iyo iyaga hadalkooduna iskhilaafo xadiidka inaanu soo gaarin baa laga yaabaa acdaar marka culimada muctabariinta ah waxay leeyihiin ilaa dhowr cudurdaar oo sheekhu lislaam ibnu taymiya rafcuulmalaam cani laimat alaclaam risaalada uu ku sheego acdaartaasna waxaa ka mida naska inaanu soo gaarin waxaa ka mida inuu mansuuq u haysto waxaa dhici karta dalaalada nasku inuu u haysto sida loo daliishanayo inaanu ahayn ee si kale inuu yahay waxyaabahaasoo dhan marka la isu geeyey cudurdaar ay culimmada u tahay oo culimmadu uma qasdayaan inay nebiga sunnadiisa khilaafaan si kas ah ulama qasdayaan wixii waxaan u jeednaa culamaa oo ahli sunna ah laakiin qofkay u cadaato xaqii uu u cadaado sunnadii u cadaato ma dhihi karaa ninkaa shiiq ah oo sunnada asaga aanan arag ayaan anigu kiis unbaan dul fadhinaya ku dheganaanaya maya imaamu shaafici raximahullah waxaa lagu wariyey inuu yidhi ajmaca ahlu lcilmi calaa ana man istabaanat lahu sunnatu min sunani rasuulilah sal lla slam laa yukhaalifuhaa liqowli axad yacni culimmadu waxay ku ijmaaceen ayuu yidhi qofkay u cadaato sunno sunnooyinka nebiga ka mid ah inaanu uga tegin qof warkiis inuusan uga tegin nacam arrintaa iyo marka waa kale dadku marka culimmadu annaasu fi lculamaai darafaani wa wasata culimmada daacadooda daraf waxaa weeyaan culimmada daraf waxaa weeyaan culimmadu waa ku qalab kastoo ay ku arkaan culimmada ugu cudur daari maayaan acdaartan hadda aan sheegna ma siinayaano waa durayaan culimmadii khadkii bay kala baxayaan darafna waxaa weeyaan culimmada intay taqdiisiyaanay macsuum oo kale ka dhigayaano qofka yacni haddii la khilaafo ama yacni ra'yigiisa xadiidka la qaato wuxuu u arkayaa in culimmada la duraayo in culimmada hoos loo dhigaayo waana waxa dadka muqalidiinta nooca shaqligay doonayaanba halahaadaane dhaqanka muqalidiinta waa saas nacam saib oo hadaad masalan nin muqalid oo shaaficiya ama yacni maalikiya mas'ale lagala hadlo axaadiistii sida qoraxda oo kale ay u caddahay marka ugu dambaysa wuxuu ku leeyahay oo marka uu maalik ama shaafici arki waayey xadiidkan seed adiga ku aragtay buu kuleeyahay nacam marka maalik baad yasaysaa ama shaafici baa yasaysaa wax aada u foolxun waaya taa marka wahaa kada kuwaan hadda iyaguna waxaa weeyaan qaar noocaasaa jira culammaada mucaasiriinta ah mid ka mid a haddii mas'ale lagu khilaafo hebel culimmadu dura ayaa la leeyahay waxaan marka waa wax iswada leh waay darafka wasadkaana waa darafka ahlu sunnada oo ninka caalimkaa wixii cudur wixii khaladkiisana kuma raacaan mana ku ceebeeyaano cudurdaarkaa culimmadu tilmaantay u sameeyaan nin kastoo daalim cilmiyan inuu dariiqa mara ayaa u wanaagsan dadka qadaasada iyo inuu ka daayay taqdiisinta iyo waxyaabaha ijmaaca culimmadu isaga waa xuja mar walba sababtoo culimmadu dhan kuma wada ijmaacayaan wax baatila qaala albukhaariyu yuqaalu inahu cumaru baa laleeyay marka haddii cumar sidaa saxaabadii kale ay leeyihiin halkan marka ma taallo cumar iyo cimraan yaa cilmi badan ma taallo cumar aa cilmi badan laakiin halkan cimraan aayad iyo xadiid buu hayaa halkan marka isaga baa qowlka marka kule walimuslimin nazalat aayat lmutcati baa soo degtay tamatuci aayaddiisii yacnii mutcata alxaji xajka mutcadiisii wa amaranaa biha rasuulu llahi baanana amray sala allahu calayh waalihi wasalam uma lam tanzil ma soo degin aayatun aayad tansaku aayata mutcati alxaji nasakhayso mutcada xajka aayaddeeda walam yanha mana reebin canha xaggeeda tamatucaas ama mutcadaas rasuulullahi ma reebin sala allahu calayh waalihi wasalam xataa maata ilaa uu ka dhintay ayb walahumaa bimacnaahu bukhaari muslimna waxaa u sugnaaday macnihiisa oo kale nacam marka dadka ahlucilmiya ah marka laga hadlayana dee qofka caalimka horta gafkiisu labada qolaba fidnow ku yahay hadda aan soo sheegayay qofka caalimka gafkiisa labadaa qolaba qolana waxaa weeyaan guluwi bay ku samaysay qolana jafaa bay ku samaysay labadaba fidnow ayuu ku noqonayaa marka dadka marka sida wasadka ahna waa sidaas marka aan tilmaannay ayb dadka ahlucilmigaana de waxaa weeyaan waa qofkay ummaddu cilmi uga markhaati kacday
إلا أمدا وشهداء الله في الأرض على الأرض. وحكى له يعني عالم كلو قرن مؤلفات كيسة مصنفات كيسة سيدا يعني أي مدى وين كتبت له الله أركو كله طلبات إي أرضي إي فتاوة إي اللو قرن إي وحيالها صنبا اللو قرتا وفق عالم كأه مركب عاوية العصمة إي الديواء يساونا ما يساونا معصومنا ما أهانا دقف معصوم كما بني آدم بو إيه. باب الهدي قفكم باو حالا قرب لكن أقواش علماء إنونا نكبحن إنك بالب علم أقوال العلماء إنونا نكبحن وهذه علماء المسألة مركا يعني لا سدح قوله كان يسهو خلاف تأمين أفراد إنا الأذين الاتماد ما سدح ناس قولهم بعد أجل ذكي أدو يد مركا راعيسا. باب الهدي هدي جيب أبابها عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم أشعرتها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلا. عائشة رضي الله عنها قالت وحيتر فتلت عن صاحي قال إذا هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك هدي جيسي قرحر كيسي حركي لو قرحر ينسمي ثم أشعرتها ثم مركات دمدينة أشعرتها إشعار أيام كسمي وانكديه وقلدها نبينا صلى الله عليه وسلم وأقر حري أو ما سقلدتها وأقر حري بيته ثم بعث بها إلى البيت وأدر البيت وأدر وأقام بالمدينة وكنا هذه فما حرم عليه كما حرام نقل شيئا شيء شيء كما حرام نقل كان له حلا حلال وها الكم حالك قادنا يا هدي إلا ديري كرا قفك سواء حجك آذين عمر آذين إنه حوالا انت الدرا dadka u socdo u dhiibo oo yiraahdo xoolahan hal qaado xaramkii aan lagu soo qalo oo xaramkii inuu hadiyeeyo laakiin hadaan xaj iyo umra xarmanin saas muhrim kuma noqonayo qofkii oo xoolahi ayaan hadii ayaan xaramkii u diray dar cad cadan gashanaya anigana ila xoolaha laga qalo muhrim baan ahanaya maya muhrim waxaad ku noqonaysaa un oo kaliya oo waxyaabihii aan soo sheegnay ay kaaga xaram noqonaysaa markaad umra isku laazimisa ama xaj أو لبيك حجة لما لبيك عمرة لي على مدى التراهي لكن حوالا أدبتي مقالة هذه أسكت جوكتو كن قل ميسد محرم سلاس نعم وأدري كرتا لكن حلال بضعانسا فما حرم عليه شيء كان له حلا وحلال أوها وكحرام نقضي مجرتي سرع عائشة رضي الله عنها عبيد الله بن زياد يا حلال الشيء إن أو يلي جرين تو حوالا الدراء عراق كصو الدراء حرم كصو الدراء سأبيه سؤال يعني إنه الدراء ayaa xusameyn jiray oo marka dharkii inta iska dhigo dharkii ixraamka qaata oo muxrim ilaa xoolaha laga qalasa soo aan jiray markaas waxa loo sheegay saxaabada qaarkood markaas waxay ku yiraahdeen dadka kacba kale oo ciraaq ku haystaa bay dhahdeen kacba kale miyuu ciraaq ku haystaa nabiga sallallahu alayhi wa sallam ayay marka ay sheegeen. Xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa hadiyada in loo qoorxiro qoorxirku marka waxa weeyaan in loogu xiro marka qoorta in qol iyo maxarig inta loogu sameeyo loogu xiro kabna marka laga laalaadiyo lagu xiro kab si marka ay xoolahaasi dhumaan loogu ogaado inay yihiin xoolo ahdi xarabka loo wadey thumma wana mushrikiin ayagoo ay mushrikiin tu ixtiraami jireen xoolahaas thumma ash'artuha wan ka dhiigeeyey ishcaarka waxaa la yiraahday neefka geela kuruskiisa inta la jeexo dhanka midiga laga jeexo waliba dhiig marka dhiigga kasoo daato in loo marmariyo marka loo marmariyo taana marka waxaa weyn iyadana calaamad neefkaas in hadi uu yahay ee calaamad u tahay qaarkood xanaafta reer kuufa kamida diidi jireen oo ay dhihi jireen ishcaarku waa misla wa misla waa neefkiya marka la ciqaabaya nooc ciqaab ah tirmidi markaas wuxuu soo saaraya nin baa saas oo kale marka xadiidkan ishcaarka ayaa loo sheegay markaasuu wuxuu yidhi laakiin ibraahim unnakaci ma samay jirin buu nacam ibraahim unnakaci musla ayuu ku sheegay markaasaa waxa uu yidhi marka ninkii uu sidaa ku yidhi buu yidhi warniyu alla yacni u baahnaan badnidaa buu yidhi in lagu xabiso oo adiga lagu canaanto oo lagu ciqaabo yaad u baahnaan badan tacdiir baad u baahan tahay yidhi sababtoo ah xadiidkii rasuulkaa lagu sheegaya markaasaad leedahay ibraahim sidaa ma yidhaahdaan leedahay nacam ibraahim unnakaci وقلدها وأقر حري أو ما سقلتها وأقر حري ثم بعث بها إلى البيت وأدري فأقام بالمدينة وأصون النجاذي فما حرم عليه شيء كما حرم نقل كان له حلا حلال وها
marka sanadka qaarkood khilaafa laga soo raray laakiin xadii ishcaarka ku saabsan yani waxaan u jeedaa masaladan ku saabsan oo qofka haduu xoolo diro magaalo oo isagu markaa aanu cumro iyo xaj midna xarmanin sidaa muxrim ku noqonaya sanadka qaar baa khilaafi waxa laga sheegay laakiin xadiidku waa kana. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحو هديه مرة مرة من أريب هديه هو هدي كدقي أريب هدي كدقي مركين أري هدي لغا دقن كرو يا لغا قادنا يا نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي رأى وحو أركي رجلا لنبا أركي يسوق كحيني بدنة هل فقال وحاوير اركبها كربوير قال وحاوير إنها يد بدنة ويا والنف قيل هدي أن وضويا قال وحاوير اركبها كرب فرأيته وان أركبوير راكبها إنو يهي متي فوشا يصاير النبي النبي الله سبحانه صلى الله عليه وسلم وفي لفظ قال في الثالثة مركي سدحا دعاوير مركي لبات قال في الثانية أو الثالثة وحاوير اركبها كرب ويلك ورهوك أو مسويحك هل كان مركو على قادنا يا ناف كهديك إلا كوري كرو جديد لقى تيان كرو نعم مركو كلمة ده مركو ويلك أي ويحك أي أولي هي كلمة لا استعمال مركو قفك حلوة كينا أيوه نعم لا استعمال ورهوب وكلوية لكن لما وجه بيكوت ما ضاي وجه حقيقة المعنى ده اللي بده ريريو يعني سلم معنى اللي بده حقيقة ومركو عنين كان اللي يراو حسيدا كم تهستي أمر كي أدقق قادم وهي أمر كرسول صلى الله عليه وسلم أما حصل على ذلك موضوع ذي يعني موضوع ذي اللي مجيد هو كلمة عرف كدر إرصدي لكن أنا هبار يحمل اللي أدى اللي مجيد أما أنا أمبحت اللي مجيد عرف كدر إرصدي قبل ما يساس وقال وأنا اللي قوي إن هبار أما أفلح وأبيه إن صدقت اللي يجري النبي وأبيه ذا أرتس عرف قدرة سيد علماء قارئ التوجيهين سيد سوى كان وياه وحلاقة قادنا يا مرك حديث كهدي جئن لكوري كرم لكن هدي كوريتان كيسو علماء الله أسكو خلافين نافك هدي الله وذقفك جديد مكان ينكرا نور قول باكو جرت قارنا ميب إليه قارنا هذا إليه سيد الراجع أنا وحاويان هدو قباهو حديث أبا هذا وكذا ينكر هذا أبا منه إنه كذلك معه حديث كمسلم بان سيد عبدينا يركبها إذا احتجت إليها قرب إلى هذا أبا هذا مرك إذا احتجت إليها يعني شرط قاسي وحاوي قيد بوكينيا شرط ولو حيالا وحلقوا قيدوا أي وكمتها بصورك نعم مرك أمرك اركبها وحلقوا قيدينها أي إذا احتجت إليها سيد الرواية مسلمة التلماميسو لماذا حديثنا إن سيد الله معاني ذو ذا مرك الله يسكو فصيران ولكسن. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لكن نافك دانو هدي أهين إلا قروا وأصلا قويها القديد نعم قديد كواوين سيد قيل إيو كلا إيو فرضها إيو حالها نعم والخيل والبغالة والحميرة اللي تركبوها وهي. لكن أنا وذات كأنه حجم ودا وأكو أطبخ تري وأكو أقدر ما نعم على يا إنه كنتن كيلومتر أو لغينا يدالين يعني قرحة جبتوه قيل إنه قيل صعب نعم قيل ما يعني الكوري يعني يقوله ومحله مطلقة لبر والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها مركب طبعا يعني قيل لفت الكيس إنه ركوب يعني وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس يعني وحيالها هي منافع عامك وقرآنك شيء كجرة منافع عامك أي كم التهنى طيب مركب وحول يركبها وإلك أويحك. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحول فرأنا قوم إلى نوستي وعلى بدنه أهله سيء هديك صادقي وأنا تصدق إلى صدق يستمعين إلى صدق بلحمها هلب كذا وجلودها هرب كذا وأجلتها يا مركا وحد دشيرة سهرنا نعم كبد يحل من الدشكة سهرنا وألا أعطي هنا ننسي من الجزارة مثل قال كوى الله منها يد حق إذا شيء أنا وحق السينين وقال وحوي لنحن أنك نعطيه سينين من عندنا جابك أنك سينين أنك أكتنا حديثك وحالك قال أنا يا مركا هدي قلب دي سيقور عيسى إن لسك وكيل ديان كارو oo niyaaba inuu amal kaas inuu niyaaba galo oo la iskaga wakaalad dhigan karo waxa ay nabiga sallallahu alayhi wa sallam markii u dambeeyay 100 leef boo soo kaxay
لحظاً يصدح نساء عنتي سكوكو رعي انت كلا عالما قو رعي حديثك دي رأي جابر سيدة التلمامي نعم مرغطا النبي كرتدي سيكتو سيسا صدح لحظاً يصدح ناق وقيل يعني قف عن النساء نبي قو رعي وسيدة قو رعي يعني وهنا كرتئة ديات مبضوية انت كلا عالما مركض لما يسترو نيابة وكذكتين كان علماء القارق وقياسي مدى أديسونا انتاسا دأديسونا انتاسا يعني وعقل حديثك الله قال لنا يا هرقة يا وحيران لمدك يا هلبك يا مدمع إنا لبسدق إنا لسينين منك يعني حولها قلي إنا لسينين إنا لسينين تاسع نبدا شيء بقولك هيد يعني حجة الوداع مركة إنا لسينين وحوط الماوية حديثك إنا الوحيدي يا وقدان إلا صدقي سنين يدي هرقة يدي يوحدو صارنا marka yuu dul saarna in intaba la sadaqaynay aan midna yani hilibkeeda qayb kamida inaan u jirada ninka looga dhigeynin oo aan shaqo yani mushqayda ma u jira aan looga dhigeynin yaa laga qaadanayaa way inaan u jiro looga dhigeynin maxay la dhamaan waxaan waa hadii alla loogu dhawaanay subhanahu wa ta'ala marka ijaar lama siinayo ma macnaheeda shaqadiisa kiradeeda meel waxa nabiga kaleey salatu sallam annaga akteena ka siinaynaa laakin tan inaan la siinaynaa وعن زياد بن جبير قال رأيت من عمر بن عمر بن أركي أتى على رجل من سو كركيس أتى سو يمد على رجل من كركيسين من كسو قد أنا أخذت إيه بدنته وشيسة فنحرها وجورعي وجورعي فقال وحول ابعثها كعب قياما حال أيتام التاجر مقيدة حال أيتام دبرا يعني لكحرا سنة محمد خذ قال سنة محمد لا يحمد سنة ذي سقال صلى الله عليه وسلم أما إلزم لازم سنة محمد صلى الله عليه وسلم إغراء يلغو نسبين يا مركي حديث كان سيوى حلقة قادنا قيل هدي يا مركي لقو رعي لقو رعي لقو رعي إن مركي سيوى تاقن بقو رعي سيوى هنا وحاية سيوى تاقن بقو رعي اللقطة هوري لبدا اللقوضة هوري مدى بدحنا والله الله هذا والحيرة يا تعال سدح سو كتير جنب أمرك الجورع سدح لوك سو كتير أي الجورع يا وان قوله تعالى والبدن جعلنا لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف يذا يعني سدح لوك كتير جنب يعني الأم لبذا الوضع هرجيلة مدي س مدة بدحنا أي حرمتها أو أنت الله دبري ولا حري لا كرلك فرلا ذلك عاد فرساء سواء الجورع سنة دي مركزنا بيها نعم وعن زياد بن جبير قال وحول رأيت ابن عمر بن أركي أتى على رجل النمس وكري من كاس وقد أناخت إيه بدنك وشيسي فنحرها قورعي وقورعي يعني فقال وحول ابعثها كعي قياما قائمة حال أيتام التاجل مقيدة حال أيتام لقطة بالحكاء دبرا سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وخذ خاضر أم إلزم لازم سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيدة النواسية هذه مركب له قور عليه باب الغسل للمحرم محرم باب الغسل قبيسكي مبابي هي أحكامتي سعدين تيدا للمحرم محرم كأو قبيساني قبيسكي محرم كأولها سيدة قبيساني طيب محرم كوا قبيساني يا قبيس بالله السنة عند إحرامه حتى أديعوا يا حائض هذا هو أنتو طاي والدينك وعادين أو أنتو حائض يتحتوى قبيسان إيسا سيدي حديثك عائشة تلمامة نعم يا أسماء بنت عميس محايا لي كان مركا أو أنتو حائض كايدو حج وحرن كرتها عمرنا وحرن كرتها لكن طواف بين طوافين افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تضوفي بالبيت عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة عبد الله بن عباس مسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء اختلفا ويس خلافين بالأبواء ماشي أبواء إلى مكين مدينة أبو حيسين وجوه إس خلافين الكاب إسكو خلافين فقال ابن عباس ابن عباس حويري يغسل المحرم ومحرم كو رقي رأسه مدحيسة وقال المسور مسور نوحويري لا يغسل رقي ما يرأسه مدحيسة ما بقيه قال وحويري فأرسلني ابن عباس بائد دري إلى أبي أيوب الأنصاري بقيد دري عاد قرنا مركز صحابه الى مسايش قاره المسايش يكدودي جيرين دود لبا نوعه مدنا محموده مدنا مذمومه دود حق لو كلا قادانيو حق لو كلا فهميو وا محمود دود لكن هذا اكتا الى حق لو كلا قادانين وا مد سلف كاي كدين ان لا قيب غلنا اي ريدين
doodii marka waxay tahay qofka kula doodaya ayaa maalan xaqiibaasi uga wareysan inuu qaatana waa dhici kartaa, waa dood maxmuuda, amase asaga xataa waa iska madax adag yahay, laakiin shubhadiisa dad badan ayaa ku dagan oo dad badan baa u haysta ninkani, yani in shubhadiisaasi wax weyn u haystaan. dhinaca marka waxa weeyaan kale dad markaasa waxaa dhici kartaa dadkaas waxaa laga yaabaa isaga inaan dan laga lahayn dadka laakiin dhegaysanayo inay wax ku fahmaan baa dhici karto. marka taasoo kale iyaduna waa dood maxmuud oo salafku waa samayn jireen. cabdilcasiis ibni yaxya alkinaani waa kii ninkii bishr almariisi la dhihi jiray la dooday, imaamu shaafici waa kii la doodi jiray, yani xabsulfard ninkii la dhihi jiray, way badantahay doodaha salafka saasoo kale yani iyo dhexmaray iyo ragga mucaanidiinta way badan tahay. marka taa iyagu waxay uga dan lahaayeen dadka ninkan shubahdiisiina inay radiyaan ummaddana u bayaaniyaan xaqa, laakiin haddii aan ummadna xaq loo bayaaninaynin ninkaanina uu soo taagan yahay, yani inuu labada qof inay iyagu mid kastaa wuxuu rabaa inuu isaga raayo xaq dan uma laha. kaas weeyaan midda marka salafku ay reebeen, maxaa yeele dhib unbay ziyaadinaysaa, maana wax mafsada mooyaane maslaxa kuma jirto. walidaalika marka imaam maalik ninkii u yimid ee yidhi inaan kula doodaan rabaa waatii uu ku yidhi kayfa in ka waran buu yidhi haddaad iga adkaato, markaasuu yidhi haddaan kaa adkaado waa isoo raacaysaa, haddaan kaa adkaado ka waran waa ku raacayaa buu yidhi, in jaanaa thaalithun hadduu noo yimaado mid saddexaad naga adkaado ka waran waa raacaynaa buu yidhi. markaasuu yidhi ahaada inii araaka tatanaqal, waxaan ku arkaa niyow inaad guurguurayso. oo walidaalika salafku waxay dhihi jireen ninka diinkiisa dood un curdo uga dhigo akhara tanaqula wuxuu badbadiyaa marka guurguurka, hadbu maanta dhan madhab unbuu ka guuraya, mid kale u guuraya, mid saddexaad buu usii guuraya. ama inii calaa bayinatin min diinii buu yidhi, anii diinkayga xujo cadan kaga suganahay, idhab ilaa shaakin midlika fakhaasimu, adiga mid waxaad tahay shaki ku jiro ee orod baxo mid yacni waxaad u tagtaa marka sidaadoo kale dood badan oo yacni mid shakisanoo sidaadoo kale u tag. marka mid walba xaaladeedaa lagu xambaarayaa marka, laakiin in madhab salaf laga dhigo inaynan marnaba aysan dood geli jirin ama in laga dhigo yacni inay afar ilaa afartan ka saac dood u fadhi jirin, labadaba waa khalad, waa xaalaadkaasaa lagu kala dejinayaa, nacam lagu kala xambaaraya. khusuumaadka ay leeyihiin salafku ay reebayaanna waa kuwaas weeyaan madmuumka ah, waa sheekhu lislaamna macno noocaas oo kale waa ishaara oo yacni cun malaynaya mufasal bictiqaadka ama mujmal bictiqaadka buu ku tilmaamaa, nacam uu ku sheegaa majmuucu lfataawa. ay marka waxaa weyaan marka dood marka saxaabada waa dhexmari jirtay dood, laakiin doodooda dood wax lagu kala faa'iiday hayadoo nin ilaa inaan raa nin walba yacni inuu midkoodna yacni inuu isaga keliya adkaada ma rabin, xaq uun inuu cadaado unbay rabi jireen. waxaa kaloo marka xadiidku uu ku tusayaa yagsilu lmuxrimu ra'sahu, marka waxay ku doodeen arrinta weyaan muxrimku madaxiisa waa dhaqayaa iyo maya ma dhaqayo. qubayska muxrimka labaa loo kala qaadaa, yacni markuu ixraamanaya inuu qubaysto, taa iyadu marka waxaa weyaan adilladeeda waa caddahayba, laakiin marka uu ixraamta ka gadaale isagoo muxrim ah ma qubaysan karaa. iyada laftirkeeda marka waxaa weyaan waa inay bannaan tahay, qubaysku ka mid maaha muxaramaatu lixraam, laakiinse qofku inuu qubayskii badsado uu yacni maxaa yeelay qubayskii inuu badsado waxay keenaysaa ziinay keenaysaa, ziinaduna qofka xaajiga asal kuma aha, ee wuxuu asal ku yahay basaasnaan, xaajigu inuu basaasan yahay, saasay culimada qaarkood dhahayaan. marka waxa uu yidhi waqaala almiswaru miswarna, wuxuu yidhi laa yagsilu ra'sahu, ma dhaqayo. qaala waxa uu yidhi faarsalan ibnu cabaas baa i diray, ibnu cabaas marka wuxuu dirayaa waa ziyaad weeyaan, nacam waxaan ujeeda wuxuu dirayaa cabdillahi ibnu xunayn ayuu dirayaa. marka waxa uu yidhi faarsalan ibnu cabaas ilaa abi ayuub alansaariyi buu ii diray, fawajadtuhu waxaan arkay yaktasilu isagoo qubaysanayo bayna alqarnayni, labada yacni labada loox dhexdood isagoo ku qubaysanayo. alqarnayn waxa weye waa labada alwaax ee markaa lagu xiro, waa labada tiir ayaan ujeeda, labada tiir ee lagu xiro alwaax ee dhexdooda alwaax loogaga xiro, alwaaxaasina markaa lagu xiro bahashaan wareegato bakarada la yidhaha ceelasha biyaha looga soo saaro, yacni waxa weeyaan labada tiir ee inta dhulka sidaa looga mudo la taago ee labadoodana lagu gudbiyo tiir kale ama yacni loox kale lagu gudbiyo, looxaasna dhexda waxaa looga xiraa bahashan wareeganaysa giraanta ah ee bakarada carabiga lagu yidhaahdo. marka waxay sahlaysaa marka ceelashoo kale marka wadaanta lagu rido iyada ayaa lagu soo socodsiinaya xariga, nacam marka labadaa tiir dhexdooda ayuu ku qubaysanayay marka, nacam
وهو إسأله يستر بثوب مرة لغو أسطرة إسأله ذاتك مرة لغو قرينة مركا لقل إسأله إلا أسطرة وحكا لغو قادنا يعطي ذاتك الدوضان مسألة الدوضان إن يقول قفك أهل علم كأقلو إن مسألة ولا تغان ما قفك رأيي لما إذا ما كسي الليتين إلا آذان معها ديك الحقي ما أغان كريا أصحابت مركو المسألة إسكو قبتان أهل علم يجيرين فسلمت عليه وان سلامي بير آدابت مركو أساس وحانا لغا قادنا يقفك دان حاجة قدنين لكن او اسكو قبيسانا يسلام ولا سلامي كروان الردين كرأسي اللي في الكيس إلا هذا ما حاجة قدنين موكتان فقال وحوير من هذا كان واقوما فقلت وحاني أنا عبد الله بن حنين أنا عبد الله بن حنين حلقة قادنا أنا كل جيد بالديدة يقفك إنو إير هذا محايا لقفك استا أنا واي لكن هذا ما يعيش في قدر يا واي ما كان لقيرا أنا غير لي بالأكتر هذه واي بنان تهتاف نعم طيب نعم مركا أنا عبد الله بن حنين بويري مركا أنا يا مقعي والي سودري كرا أنا كل جيد بالديدة أرسلني إليك ابن عباس ابن عباس فإيسو كابدري يسألك حاله كسؤال يسألك كوي دين يصدري كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك سيدابوها يغسل إنه أبقى رأسه مذي حيسا والحال هو إيسوه محرم ومحرم أه تنمرك وحالك القادنة مسألة مهمة مسألة وحالك ابن عباس هو أعبيد وان أغاي محرم كنو قبي سنكره sifado buu diinaya marka su'aasha waxa laga garanaa ila ibn abbas aad diray moqta ninkan waxa laga garanaa ibn abbas asalka mas'alada inay u hubaneen markaas oo sifadii weydiiyay sifadii la sheegay asalka inuu sugan yahay laga qaadanayaa oo hadii uu yiraahdo muhrimku wuxuu qubaysan jiray nabigu wuxuu qubaysan jiray markuu muhrim yahay sida iyo sida ma la isku qabanayaa marka ma qubaysan mise ma qubaysanin ma la isku qabanayaa marka fawada abu ayyuba abu ayyubu wuxuu dajiyeeyay gacantiisa cala saw bi maradi ayuu ayow dul dajiye fadaa huwa soo raariciye madaxiisi madaxiiba u soo raariciima maradiiba hoos u dajiye madaxiiba u soo raariciye hatta badali ila uu muqdir raasu madaxiisa thumma qala al insaan bu markaa wuxuu ku yiri qof yasubu alayhi almaa biha ugu shubay usbub shubbihi fasabba ala raasi madaxiisa ku shubay thumma haraka raasu madaxiisa dhaqdhaqaajiye biyadeeyhi labadiisa gacmood buu ku dhaqdhaqaajiye فأقبل بهما وأدبر رأي أغسر صعدي وأدبر قدال قدالنا وأغسر صعدي رأي قدال بمدح كمري ثم قال وحوير هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم سنن بان أركي يغتسل سوق بيسانيه وفي رواية فقال المسور لابن عباس وحو كير لا أماريك أبدا ولغا كل الدود مرير يعني مركو أركينه كهلي مسألة يعني سنة أشياء أي نقطة ابن عباس أي مركو وحوير بسوائي وإذا أقوم بدان تمرد من مكول مرماي وقاتي مركو طيب marka wuxuu yiri laakiin haday noqoto wuxuu dood haday iska noqoto hebel uu ka xanaaji iyo hebel ka farxi haday iska noqoto qasid fiican ma aha al iska dhaafa midaas oo kale hayaa xaq uu hawayaan qof inuu xaq aan la yimaado sheego waay wa in kaana yaani xaq ahlul hadiiska dadka maxay kala duwan yihiin sida abdurrahman ibn mahdi uu yiri il kuruna ma lahum wa ma alayhim waxa ay leeyihiin iyo waxa ayaga dushooda labada boo sheegaan لكن واحد كلية ذاتك وشيكت واحد ذاتك كلنا هذا وشيكين أما هذا سي يعني إنصاف هذا وقهد لن أما هدفك أنه أهين إن أتحقق وقهد كلية ويهيب الكحناجي يكوحب لا يكحناجي وحس يحوي وشعار الفرقة وهي من أولاك سنة طيب مركا وحاوي فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يغتسل مركا ذاتك ألا وقف أي الدوذة يعني مركا أي قف عالم أوهي ماذا يسوون إنه أدلنا waxa uu sheegay weeyaa nacam oo uu yiraahdo sidan iyo sidan baa daliil ku yahay oo ah xadiidkii ama aayadii uu sheego haday garan karayaan baabu marka inuu qubaysan karo muxrimka laga qaadanayo baabu fasqi alxajj ila alumrati xajki fasqi bisi wa baabi hadayti si ila alumrati law fasaxo xajj baa laga qofki marka hore xajj buu soo xirmaday oo soo xirtay markaas xajki buu fasaxaya umra iyo wixii bedelaya يا مرك فسخ الحج إلى العمرة حكم كذا بحيث ولا علماء قار يرأي وحيلين وقفق عدو حج صح حرمه حولنا أو نودين هدي أو نودين واجب حقاء إنه مركز يعني أو فسخ عمره بدله سيدي النبي أو أمري صحابتي أن حوله ودين أو أنصام برني طابا سيدنا هاي ابن القيم كمديه طيب قارنا وحيلين ما يا شيخ الإسلام ابن تيمية وكلي رواية إمام أحمد وحيلين يقول أصحى
أصحابته واجبي كؤهد أصحابت النبي أو فرعي إليه فسخا واجبي كؤهد غيرهم نصن ويهد. لكن ابن القيم إيه وعام يليا ما دام أصحابتي اللي واجبي يددك على محاك الربي إليه قارنوا حيب إليه إن عمرها كلية أم بيبال أصحابتي خاص كؤهد حتى صنوا ما أهندتك عن دمبي وعداد حج سوى حرمته حوالنا آذن وذن عمره ما بدليس دي كليه قول كاس دبوا قول آذ ضعيف وآوه وحاونا ضعيف كيا وحيت الصحابة دي باب النبي ويديين سراقة ابن مالك من الجعش ما كمدها أو يري رسولك إلهي فسخي كان أرن كان النجم يوخاص نويه مركز النبي يري لا ميا بل لأبد لأبد الأبد ولقيت سامبا أي أهانسة دخلت العمرة في الحج عمرة دي حج كي بحق شيء ولقيت مركز وحالة من مركز والنصوص صريح أويا نعم وقال لي حلما يلا ماذا قولوا با مركز فريق أي هذا الكمرك أكا يعني دوالي يعني ليس كمانا هي قفك حجك لي حرطي إيساكو حجي دبادات عمر ريس حجك سنو أنصحها يعني لكن يعني شيء كان قفكاني واجب بوكتغي كمتغي ويا وحلسكو عنه قفك هذا حجك سوى حجك لي حرما أدو بدل عمره وفصحه محالة قررها حالة قررها كليه أكون لازم ليك قفك متمتع يقارن ككو واجب جري هديك ها أمبك واجبه. عن جابر بن عبد الله مرك فسخ الحج إلى العمرة وكان فسخ العمرة إلى الحج حائض يا إسكال مثلا هو الحائض عمرة صاحرتين ومتمتعات أهل يا حائض كرعة سيدة عائشة وكاله مرك أدنى سديت ذو الحجة وصوق الشيء واختي وحجك بالله بنا يذو ولديكي كقل هو أنت سبحانه نقال مرك عمرة ذي هو رواك التقيسة حج أي حرمان يسا حج كاسين قل عمرة ذي فعلى وضع قلت المامة وفسخ العمرة إلى الحج مدان أعطان عكسي أو أنت نساسي قارنة كن قنيسة هل كعمل أو أي حجك كسا ميسان عمره أغفلا عمره ذي حجك يكاس أغفلا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما قال أهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي واحد طيب وواحر مضي وأصحابه أصحاب تيسى بالحج بي حرمذين ويكون قيليين وليس مع أحد أحد إيه والحال ليس مع أحد أحد معيسى إيهذا آن إيهين ومنهم إيه كمذا هدي الهدي آن أوحين غير النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحان هيني وطلحة يطلحة كل من حج بي وذحرتين نبي يطلحة وحان إن هدي مودين وقدم علي علي وصوق علي يسقون من اليمن ينبوك صوق علي فقال وحوري أهللت عن كقيلي وحرتي بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحق كقيلي وحرتي قال كان حلقة قال لي إحرام كذا هذا كحرت إحرام الغير هذا كحرت غير كاسوح وحرم لا أدنك قول لازم علي مركة هذا ما أغي النبي وحق حرم لا لكن وحق كسو حرم لا يكسو قيلي وكتل بيستي وحي النبي وحرتان حرتي بيستي مركا حونك النبي ويالنا يا دي مركا حول أو وضنا دوا حونك النبي ويالنا يا دان حول وذنا دا مركا صحاوية وذاتك لنا فسخوة سينا قليلا مركا وحويري فأمر النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحوامر أصحابه وأصحابتي سوحاء أمري أن يجعلوها إني كيالان حجكو ذي عمرة العمرة إني كديغان أكاس فيطوفوا أي طوافان بيتك ماشي مركو عكما غن فيطوفوا أي طوافان كعبة يصفي مر والله بضبع أي طوافان ثم مركا دمان يقصروا أي قاقاب صدان تمه ويحلوا أي حلال وبان إيري مركا فيطوفوا رقم وضع هذا الطواف بالبيت بس رقم وضع صدتا عمره حكاك وغن تسدح ركن بي الله الطواف بالبيت بيت كل طوافه يصعي بين صفا والمروة يتقعتنتوا لقاقاب يعمل الحين معني إذا مركب ما بيت كطوافان هني إسك على إنه لما قاموا بيت كطوافين ثم يسعون وصعين يعني بين الصفا والمروة فيضوفوا ويطوافين ثم يقصروا ويجاقابين ينتموه إذا مركب الله جاقابي أول أحسن مركان ذو حجك سودوية سوف حجك وحيرنا يا عبدنا مر لبعض مكته إلا من ويحل مركب على لمن إلا من أحد مويان كان معه الهدي هدي ومعي هذه أفحى على وضع مويان فقالوا حيدهن مركا ننطلق الى من اصحابتي بعدها يا يعني انت هذه ومركا وسلايستين ننطلق الى من ميان نتغينا مال انت سديدات وذكر احدنا مد كان ذكر كي سنه حبنتي سنه يقبر به كدب عيان انا حينين نكي ادو عمره يستي عمره كحلالوبي هو حلال حاسكي سيدي لا سوت ما دام حلالته
maalinta sideedaadna mina la aadayay xajkii la xarmanayo marka waxaa dhacaysay leeyihiin midkeen yani isagoo hadda jimaac ugu dambaysay inuu haddana inta xarmada xajkii guda galo nacam marka waxay leeyihin annaguna hadda jimaac iyo uma aanan soo bixiniyo raaxaysigaas iyo وذكر وعدنا من كان ذكركيسنا يقدر أي بيه كذب عيال حمينتيسي فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرنت أبا النبي يسوق قارتي فقال وحاويري لو استقبلت من أمري ما استدبرت وحارنك يكمل إلا بني يسوق تقي هذا إلا ابن الله لو استقبلت هذا القابل لها إغارين لها من أمري أرنك ما وحي استدبرت أن صوت عافي يعني شيء أن صوت عافي هذا إلا ابنان لها وهذا أن أهلك فرصة ما أهديت حولما أنا صوت حيا ولولا أن معي الهدي هدي إنه إلى الجراء أو إلى الصعود هدي للأيه لأحللت سيدي إنه كان أن حلاله بالعبيري ثم قرأنا لو استقبلت من أمري ما استدبرت وحي هذا وحي إذا سويت تغيي هذا إذا ما نالها يوهي المعنية بنا شيء يعني هذا ماضي أهان إذا تغيي هذا مستقبل إيه أهان لها والمدينة جوغي لها حولها وكسويت تغيي لها سيدي إنه كلا نوحا لدو إله المتمتع أن نقول لها حديث قيبتا نحلق قادنا يتمتع إنه أوفض اللي بدينها سد عدي وجه اللوحة جنجري تمتع إنه وجوه الإحرام تمتع إقران إفراد تمتع إنه فضل بدنيا على قاتل محايا للنبي إياه تمني شيء النبي تمني أنا شيء فضل بدن وأنا ملك حنا بلا سياسة وحكى الله قاتل يا فيه جواز استعمال لو استعمالك حديث كلامه وحورها يا فإلا لو تفتح عمل الشيطان لو عمل الشيطان يفرطا سأل الله جمعنا يا النبي روا استعمال هالكنة وحال لو جمعنا يا وحاية مد عمل الشيطان فريسة وقفك هدي وتمنينا وحا وتمنينا هديت الدنيا كتكتي تانا ومركا وحال لقى قرانا يا كالسوني درق الله قانو قاد وو كالسونين الدنيا كتكتي دو الله يعني لو لو وحصديني جر لين الدنيا وحاوة هلي لها حيالا نوعا سوكرا وحا كبرانا يا وحاويا اما سقدر كي بولاد دوذي يا قفك ساس وكرا وحاو يعني غرب كي سنوى الدنيا قدر كي الله سبحانه وتعالى رالكم أهنا وضوط بوك قبع تاسو أمرك اللوم اللي أما لكن لو دان وحاويا واللو كتع اللقضاء وتمني القربات وحيا بقى لك هم نوية وآخرة كسابسا إن التمني سوى رافي إن التمني سوى تاسو حكراها كما جرتو فكي سكو صدوب آخرة هذا التمني نيس وحا التمني نيس هذا وحا آخرة كسابسا تهي لو داسي لبات ملها وحا التمني نيسا سهدي الدنيا تهي وحا لقد أنا يا منازعة القدر قدر كي إنا لدو ديسي تاسدر تيدينا مكبنانين بخارينا كتاب التمني وكسو صار باب ما جاء في اللو يعني اللو داسو تكويم البوكة والرمان باني مركا وحاوي وحاضت عائشة عائشة ويحيضي وصرف ماشا اللي رامر كي مرايسو فنسكت المناسك مناسكتي بي سميسي أعماشي بي اللتي من كل عادم مانتي غير أنها لكن سلم تضف بالبيت بيتك ما ضوافي فلما ظهرت مركي ظاهر نقطي وضافت بالبيت بيتك أي ضوافتي وضواف الإفاضة ومتك أن متك معلم تطبنا بلا السمية أركان تحجك كم إذا مركي ظاهر نقطي ضوافتي قال دوحي تري يا رسول الله رسولك إلهي ينطلقون بحج وعمرة ذاتك حج عمرين للتقية وأنطلق أنونوحا للتقية بحج حج فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر بو أمري أن يخرج معها إن ولبح إلى تنعيم أو ولبح فاعتمرت بعد الحج بيسوع عمره ستي عمره أن تنعيم مركم حي تحي سيدة حديثك صحيحة أقيم عائشة عمره حج لبض مواقبتي لكن يلا وحي جعلي ستع عمره ذاتكين مع عمره قارة انتهي سمية يحج قارة ميان أني حج كليه قاب سنة ذيتين صورة صورة الحج بيهيد أو يعني صورة ذي وحج كليهم بي سميسي لكن عمره ذي حج كاسي صورة شيء نبي عشي صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يسع حجك وعمرتك تسوي النبي صلى الله عليه وسلم طوافك أدبيتك طوافك ما كسفي مروة أد سعيسي وكوف عمره ذي حج كلا إسحاق كلام بويري لكن إذا اسمه يعني قلب أهم بين يا عريري بين حيد درانتي لا تكي عمره قارس بين إذا نمركز أي حيد قبتي
تصيح أنا جعلني النبي صلى الله عليه وسلم مركا تضييبا لخاطرها خاطر كاس سو خاطر كذا سو ونجينا جب كسر قاس أي دريمي سجب كاسنا كبا يبوحنا أي النبي صلى الله عليه وسلم وحوي عبد الرحمن ووط ولا شيء تنعيم جاي كهكسو عمره يسته مرك عمره داس وحماهن عمره دي يعني عمره دي حكي حق شو عمره دي حكي قصاب صني إلا إذا قارنت بهيد نكته هل كان مرك وحك مسألة كنا وعلاقة قادانية قفك مرك وعماش حكي لما يستم مكؤو يماله مسألة علماء كذولا عمره ما صنعين كلا إسك السنة عمره إسك السنة ما صنعين كلا علماء قارب ذو حيلة ما صنعين كلا عمره أو حد دليل النبي عليه الصلاة والسلام عمره عن عائشة أو أفسح هذا عمره حكي يكون حجر تماهين بل وعمره بعضي بعد الحج وعمره بعد الحج بعضي بيهين مركا ما دام عمره بعد الحج بعضي وهذا نصب يحج كنا ندى تعلق لا لأنه أي قدر ما تعمره ذي حج كيتيك له عائشة عمره الله بعد ومركو حي سمين سقفك مركو عمره الله بعد وسمين كنا بحكي علنا بها حديث كي كلا نوحوها العمرة إلى العمرة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهم أنت أقول عيسي كفارات وين مركا العمرة إلى العمرة اللي رقفك مركا عمرين كلما أوبت بالدفع وين وحونا أوبت سنة ساسير لين قارك لنا علماء ويديدا وحيلين سورة سلاحة نبي الله قمها صلى الله عليه وسلم طيب مركا وحاول لقيت عدنا يا مركا وانت إن مركا وحاك الله لقيت عدنا يا لك القفك مكة جوب إن المكة لقيت حراما كريم عمرين المكة لقيت سوى حراما كريم تدكو على الله مكي آفاقي مكي أم آفاقي مكي وحالي رقفك مكة دقن أما مكة جوب مركاز هدو الرب إنه عمر رب الله رقفك مكة جوب مكة كمان بالله بكرا وإنه حرم إنه كبح حويا حلق ماش أقوله تلا أفاق ولد محكص إحرامنا يا ماله الآن شيخنا يلوغ تلقل مركع حوين هل كان ماشان مركع عمره ذان هل كان يعني عبد الكيسة عائشة مركع النبي هو صاري تنعيم بو صاري تنعيم أي أبحيه ما دام أو تنعيم أبحيه أي مركع حلقة قادنا يا حين لغا ماشي أبوده ومن لغا حرمان كرم يا لغا قادنا يا يا وانت من يد محرم كيد مركع ولا صعود بانت وعن جابر رضي الله عنه قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قال لصو قلني ونحن نقول نقول دهينا لبيك بالحج فأمرنا رسول الله عون فر صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة عمرة نكيل لي فسق الحج إلى العمرة ويا وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وأصحابه صبيحة رابعة صبيحة أفرات صلى الله عليه وسلم بشد الحجة أفرطها فأمرهم أمر أن يجعلوها إن يكدقان ذاتك حجكه ذي عمرة عمرة فقالوا وحيده يا رسول الله رسولك إله أي الحل حلال حلال تيئه حلال مقنينا حلال شيبا حلال مقنينا بيدهن وإلا يأتيهن قال وحيد الحل كله حلال نقشر لمانتيد حتى هو وإذن حلال ومحرم نمأ وكوض بحيسان وعن عروة بن الزبير قال وحوه سئل أسامة بن زيد بال سؤالي وأنا أنيق جالس فردي أسامة بن زيد بال سؤالي أنا فردي بوير كيف سيمو كان رسول الله رسولك أوها صلى الله عليه وسلم يسير إنه سعنا حين مركي الدفع عرفه كصدق عقي أي دفع من عرفة مركو عرفك سوى دقاقين نبي سليمو سعوني قال وحويل كان يسير كان وحوها يسير إنه سعوني العنق سعد يعني إنه سعوني مركا أندلال كان يسير وحوها إنه سعوني العنق سعد يعني عويا سعد فرن إيه سعوني سعد فرن فإذا وجد هذه أوهل فجوة ميل بنانا دوهل عريري ميل كبنانا دوهل نصا ودقدقه او حاويا حوغا ودلالة يمكا سعود بوضي حب النافكي سواء اروا حوغا وهير ارد سيني العنق اي النص حاويا النص وسعود كحوغا اتك او دلالة بضل العنق نوا سعود كمركا وحير كهوس ايكاس العنق عنق انبساط الصير سعود كفت سنانتي سويا قف انو سعود كفت صد حوغا والنص فوق ذلك النص نوا كامت كقرية ويانا اول دقدقو دلالة نعم أمر كان مركا حديث كان مركا نعم حليه سعد النبي والتلمام يا رسالة يا وحكا قري سعد كان معلمي عبد الرحمن بن يحيى المعلمي سير النبي صلى الله دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات إلى مزدلفة نعم مركا وحي
كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدي رسولك يسير إلى أسعر حين الدفاع مركو عرفات كصور دقاقي قال وحو إذا كان يسير العنق كان وحو يسير إلى أسعر العنق صعد فرا فإذا وجد فجوة مال العرير بالوجدتك وابنيهين فإذا وجد أدوه إلى فجوة مال بنان أو متصع يعني مال بنان أو يعني عريره حوالك بحسن هبيء أو هلانا نص صعدك وددجين العنق بساط الصير والنصر فوق ذلك وينو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وقف في حجة الوداع حجة الوداع واستاغي الحديثة فجعلوا وحيق ذا قال يسألونه ويديني فقال وحوير رجل لم أشعر ما أنا دريم أو مكسن فحلقت وان حيرتي قبل أن أذبح أنت أنا قورع قال وحوري اذبح قورع ولا حرج وحدا بي أنا ملك وجاء آخر ككلايم فقال لم أشعر ما أنا دريم فنحرت قبل أن أرمي وان قورع أنت أنا طورا قال أرمي طورا أيوير ولا حرج وحدا بي أنا ملك فما سئل يومئذ النبي ما أنت لمن يدين عن شيء واحد حقي لما ويدين قدم شيء أو قدم الأرمري ولا أخير لدبدي إلا قال وحده يفعل ولا حرج فالكام حالك قادنا يا أعماش أعماش يوم نحر لقبتها وأفر عمل وأفر عمل ورمي ثم نحر ثم ذبح عند رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف على جمعنا يا مركوحات كحسو سنكرتها إيه يعني حتى حصص كرتا رن حط رمي نحر رمي ثم نحر حلق ثم طواف أفرت عمل ساس وكله الرئاسي السنة الأسلامية هذا على مرك الله كنسة هذه إيه نعذو ايتما ذو هذه لك الأرمرية كورن هذه لك الأرمرية أعماش سلسلة ترتيب على كل الدبجديو معك حسيلة إياه حديث كانوا حوت الماما يا النبي قال له يمد اللي يرين الأيمد لم أشعر أنه ما أرد أقول ما الدريم مركزا كلا هرمري النبي قال افعل ولا حرج به هايين فقصة داري مركو حالك قادنا يا حالة العمد من لدى جنكرا كس إنك يسألوا قد كس كلا هرمري ما قادن كرا رقصة تانا ما سوحا قادنا يا رقصة دان وكلية قفك الناس اللي وسن أما قفك يعني جاهل كأه يا رقصة دان لسي حديثك ظاهر كي سوحوت تصيا فقصدا وحال سيئي قفك أن قفك أن قفك إلوسا أما قفك جاهل كاء يال افعل ولا حرج ليه لكن إنك عامد كمتعمد يعني إنك متعمد كسك أصلا إياه كسك أكل هرمرين يظهر حديث مسوي الجلال لكن علماء وحيرا لن نباتهم على وعن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود بول حجي فرآه وحوار كرم الجمرة الكبرى سوى طورة جمرة وين مؤمد ما كسو حتى جمرة وين بسبع حصيات تضمد لحو أسوك التوران يؤرك فجعل البيت بيتك يوحو إسكاي أو يالي كعبادي عن يساري ملك تيسة بذح ديسة ومن عن يمينه ما كحق بذح بو يالي ومن عن يمينه حق ملك ثم قال وحو إلى هذا كان مقام الذي كي ماشي أستاغي ويان أنزلت عليه لقسو الدجية سورة البقرة نبي جيدا صلى الله عليه وسلم ماشي وماشي النبي أستاغي كانت تورتي مركا النبي عليه الصلاة والمقام الذي أنزل الذي أنزلت عليه سورة البقرة كي سورة البقرة اللي بسود الجي محا سورة البقرة قال لو قلت الماما يا وحال لو قلت الماما يا أحكام تحجك آذي أغفر بضنتها سورة الحج سورة البقرة الجيدة آذي أغفر بضنتها سنة خدت إبان النبي صلى الله عليه وسلم أو مركا ابن مسعود مركا سنة أغيري سورة البقرة سنة أغوري سنة أغوري أغشاغي سورة البقرة مركا أغلي حلقة قادنا يا مركا جمرة العقبة مركا لطورنا يا سين لو طورنا يا بنك بدحنا إن مكلا إسكا مرسينا يا بنك مدقنا من أئلة مرسينا يا يعني قفكو حقا من أئوكي ماشي أوكي مدك عانتا بدح مدك بو مرسينا يا مكانا مركا وحاويا وهرتي سمركا وصوص عدا جمرات وصوص عدا مكا ويكوها الرئيسة ووجيه سويا ماشي أصوك على مركا وحيينا يا تانا وقعد يا مركب مكانا أنك عندي سبيح ممرنا يا من أنا عندي سميرك مركب صاب وطورة يا مركب جمرات وسدح جمرة الصغرى جمرة الوسطى جمرة الكبرى ما لنت الطبنات وحال الطورة جمرة الكبرى على كل يوم بال الطورة لا ماذا كلا لا ما بالطورة جمرة الكبرى أنا وامد أنك مكحك تشيشة وأنا من السوحين جمرة الصغرى أنا وامد مزيد الخيف أبو وحقي سسوحكته
marka labada maalinta hore labada hore waa laga boodayaa midda dhaxay iyo midda hore midda ugu shisheysay maka xaggeeda xigta keligeed unbaa la tuurayaa midda kubrada la yidhaahdana waa taas waxa loo tuuraya marka asbaab ahaato laakiin sunna nebi nebiga raacitaan la raacay unbaa dartiis loo tuuraya ma ahane waxa weeye laakiin sabab markii hore ay ku timid waa jirtay xadiid saxiixa waxaa jiro nabi calayhi jibriil mar nabi jibriil markuu nabiga sala allahu calayhi wasalam uu baraya axkaamta xajka ayaa marka lasoo gaaray jamrada meesha ay ku taallo ayaa shaydaan uga soo baxay halkaasaa marka waxa uu yidhi jibriil baa amray inuu toddoba dhagax ku tuuro toddobadii dhagax buu ku tuuray fasaaha dhulkuu galay waa libday haddana meesha kale uga soo muuqda haddana meesha kale la tuuray saddexda marka sidaa weyaan laakiin macnaheedu maa hadda inuu meesha shaydaan soo istaagiyay la tuuriyeynaya maaha naam waxaa iyadana halka dhagaxda la tuurayana waa inay la ekaadaan dhagax yaryar oo aan saa u waaweyneyn oo digirtan marka xumuska la yidhaahdo oo kale dhagax la egeg aan aada u waaweyneyn oo nebigu waxau yidhi dhagaxaan oo kale tuura iyaakum alguluwa fi diin diinka ku xadgudbinina kab iyo dhagax weyn iyo in la tuuro ma aha maan ayb dhagax waxa loo tuurayana nebigu waa tilmaamay oo dikriga ilaahay baa la oogayaa maan oo waxau yidhi inamaa jucila tawaafu bilbeyti wasacyu bayna safa walmarwa ورمي الجمار لإقامة ذكر الله حلو يالي إن ذكر قال للأوب وحكلا معه قفكم مركو إنو الشيء أو الدريما مركز إنو ألا حصايا قفكم مركو الدرين سيء ألا حصايا وإنو طمأنين إن يكسو غنطة على الرواء لكن ماش أصدقوا إذا يشيد ديسا أو يعني سيدي إنو دقال كجير وكلا إي لطها يوكلا أو دتكو أو كد لا ماش أصدقوا معه إنو سلاس وكلا وماش أقول عباديستو باي وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وحي اللهم ارحم المحلقين اللهم يا الله الله ارحم النحريس المحلقين كو حيرته قالوا والمقصرين يا رسول الله خير هذين كو غاغاب سدنا رسولك إلهي قال وحي اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين حلقة قادنا يا حيرشدا ما لنت تبنات يا غاغاب سشدا اني في عنتا حيرشدا اني فضل بدنتا محايل النبي قال لابد جرب وكوان إلهي حريص وقبري كوانا مركز الدعاء أي شيء وعن عائشة حلق ويسوون مركز حكمية واجبات حجك قابسي أما حلقي قابسا كرا حال النبي وأي لفتك وذول المقصرين أبو إيرا دي حراء دي أي دي دي يعني دي اللي يسكري يا ري وآني بنانين مرد هنس لها رسولك صلى الله عليه وسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت وحيتي حججنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي أيانو لحجني فأفضنا يوم النحر ما لنت يوم النحر أيان ضوافنا ضواف كيان سنين ضواف لفاضه فحاضت صفية صفية يا حيشي فأراد النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحو الدوري من آئي إذا حقه إذا ما يريد الرجل منك وحو كدون من أهل إيه الكيسة حلق قادنا يا مالنت هتبنا القفك هدي أو تورتو لقاح تورتو حيرتو ضواف كأصوصة مايو عناشي مالنت هتبنا المركو اسكتنا مايو أو بنانت حل له كل شيء وحكست أو بنان لكن هذا الضواف لا إيمان رمي كلية تورشي حلق أو سمايو تحلل الأصغر إيا اللي إلى هذا هوين وك حرام أنت كلا لك وأو حلال وحي حرام كأهنجري هذه لكن ضوافك أو كدر حل له كل شيء وحكى استمرك وأو حلال نعم مركا وعيتري مركا وعنين أي الكيس كدون وكدون فقلت يا رسول الله إنها حائض بالإري قال أحابستنا هي من حبست إيسا إيادو قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت فاضي ويسم إيسا يوم النحر قال وحير اخرجوا بحر بالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.